احتجاجات شعبية في عدن وأبين وسيئون وغيرها من المحافظات إزاء ارتفاع الأسعار، هل القرارات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية الرئاسية يمكن أن تخرج البلد من الأزمة؟ أم سينفجر الوضع في البلاد لن تنهار إلا على ساكنيها؟ أهلا بكم. خرج الآلاف في العاصمة المؤقتة عدن للاحتجاج على فشل الحكومة في إيقاف تدهور الريال واشتعال أسعار السلع الأساسية، كما خرج محتجون في محافظات أبين ولحج والضالع وتعز وسيئون وأغلقوا الشوارع الرئيسية في المدن للتعبير عن غضبهم، ورفعوا أصواتهم ضد التحالف العربي الذي لم يبادر إلى إنقاذ الشعب اليمني. التحالف الذي يخوض حربا في اليمن منذ 4 سنوات لم يدعم الحكومة سوى بوديعة مشروطة، بل يمنع الحكومة الشرعية من تصدير النفط والغاز ويعطل موانئها البحرية والبرية. وفي بلد يقف على فوهة بركان، ذهب المسؤول الأول لتلقي العلاج في الولايات المتحدة، تاركا البلد دون علاج ولا حتى إسعافات أولية. غضب شعبي احتجاجا على الارتفاع الجنوني للأسعار، غليان واسع كانت شرارته من عدن، حيث قطع المحتجون شوارع العاصمة الرئيسية وأشعلوا إطارات السيارات تنديدا بفشل الحكومة في احتواء أزمة الريال ومطالبة بإسقاطها. الاحتجاجات اندلعت أيضا في أبين ولحج، وخرج المئات من المواطنين إلى الشوارع الرئيسية وقطعوا الطرق وأغلقت بعض المحال التجارية. في محافظة تعز أيضا خرجت مظاهرة كبيرة طلبت الحكومة باتخاذ إجراءات جدية إزاء تدهور الريال، بالإضافة إلى مطالبات تتعلق بالوضع الأمني في المدينة وفرض هيبة الدولة. في شرق البلاد كذلك خرجت مظاهرة غاضبة في سيئون أمام مبنى السلطة المحلية، عبر فيها المواطنون عن غضبهم إزاء الانهيار الاقتصادي الرهيب وعجز الحكومة الشرعية عن تقديم أي حلول. قبل يومين التقى الرئيس وقيادة الدولة باللجنة الاقتصادية التي شكلها سابقا. الاجتماع خرج بنقاط مطاطة، منها تنمية الإيرادات وتعزيز تصدير النفط والغاز والرقابة على المال العام، ما يدفع للتساؤل ما الذي يحول دون ذلك منذ 3 سنوات. وأمام بلد يغلي من الأسعار وغضب الناس، ترك هادي كل هذا الدخان وسافر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، بينما الريال يتهاوى على مدار الساعة ولن ينتظر حتى يكمل فخامته رحلته العلاجية. هذا الوضع المعقد دفع مراقبين للتساؤل حول مستقبل البلد في ظل شلل في قيادة الشرعية وفشل في إدارة جميع الملفات وفساد مالي وإداري أصبح هو الحرفة الوحيدة التي يجيدها مسؤول الشرعية. هل ستوقف اللجنة الاقتصادية الرئاسية هذا الانهيار الاقتصادي المتسارع؟ أم سيتنامى غضب الشعب حتى يخرج عن السيطرة؟ لا سيما وأن هناك أطرافاً تنتظر شماعة مناسبة للانقضاض على الدولة وتفكيك ما تبقى منها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسية بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد الباقي. بداية، إذا اليوم هناك غضب واحتجاجات في كل من عدن وأبين وسيئون وتعز أيضا بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، فكيف تابعت ذلك؟ أعتقد أن الاحتجاجات ليس فقط اقتصادية، هي ما يسمى بتراكم عدة من الأسباب أدت إلى أن يخرج جميع المواطنين للتعبير عن الاحتجاج، لأن هناك غياب الدولة، هناك فشل الدولة في إدارة الحياة اليومية، هناك دهور الأوضاع الاقتصادية، هناك فشل العملية العسكرية، هناك عدم وجود الدولة كفكرة وكممارسة، بمعنى أن الدولة هي عبارة عن مجموعة أشخاص. بالتالي قد يتحدث البعض أن ما حدث وناتج عن تدهور الدولار أو هناك أيضا مؤامرة، المؤامرة موجودة من بعض دول التحالف تحديدا الإمارات والسعودية معها لإضعاف السلطة، لكن أيضا هناك خلل بنيوي، يسمى خلل بنيوي منذ البداية. هذا الخلل البنيوي
الناتج عن غياب الدولة، الناتج عن بقاء خارج الجغرافيا، الناتج عن إضعافها، الناتج عن عدم تصدير النفط والغاز اليمني، الناتج عن عدم إعمال ميناء عدن والموانئ التي تحت السلطة والمطارات، هذا أدى إلى فشل اقتصادي. إذن غياب خطة تنموية، خطة حرب، ما يسمى بهنا خطط يعني مرحلية، ليس بالضرورة خطة خمسية، هناك خطط طارئة في حالات الحرب وحالات الوضع اليمني. ما هي خططك المستقبلية للبلد والخطط الحالية لامتصاص تداعيات الحرب وتداعيات ضعف الدولة؟ نحن أمام يعني حدث هو كان مكمل لمجموعة من العوامل السابقة. هذا العامل، هناك حرب خدمات أيضا، لا ننسى أن حرب الخدمات وإضعاف الدولة كان عنصر من عناصر الإمارات العربية المتحدة، بمعنى أنها أضعفت السلطة الشرعية من حيث ما يسمى احتكار العنف الشرعي، من حيث سيطرتها على القضاء، على الجيش، على الأمن، وجود سجون خارج السلطة الشرعية، أيضا حرب الخدمات بإفشال السلطة في إدارة الحياة اليومية. لكن إذا سألتيني من يتحمل هذه المسؤولية، أقول لك اللي بيتحمل المسؤولية بمعدل 60% رئيس الجمهورية والفريق اللي حوله، أو باللغة المصرية مجموعة العيال الصغار اللي حول الرئيس. هؤلاء عيال صغار، يعني يتعاملوا مع وطن بثقله التاريخي. وأكررها لهم، مجموعة عيال صغار، مدير المكتب رئيس الجمهورية، على نقل الرئيس، على كل من حوله من الفاسدين واللصوص الذين يعني نهبوا البلد ماديا، الذين فرطوا بسيفتنا، أنهم قبلوا أن يتلقوا مرتبات من دول التحالف، قبلوا أن يقبلوا بالدولار، بينما أنت لديك مداخيل من النفط والغاز حتى تحقق سيافتك. لذلك الرئيس أحاط نفسه بمجموعة من العيال الصغار، حكومة مجموعة من الشخصيات، الآن توجه بإعافة تدوير شخصيات فاسدة وناهبة وقاتلة. نعم، إذن نتحدث عن ذلك كل دكتور، ولكن اسمح لنا أن نأخذ أحد الأشخاص من الميدان، وهو يعني ربما كان مشاركا في احتجاجات اليوم، الأستاذ سالم صلاح الناشط الحقوقي من سيئون. مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ أهلا بك سيد سالم، وبداية نود أن تضعنا في صورة الاحتجاجات التي حدثت اليوم في سيئون. أولا نتقدم بالشكر لجنات بلديه على هذه الاستضافة الطيبة. فيما يتعلق بما جرى صباح هذا اليوم في مدينة سيئون، حيث شهدت مدينة سيئون مظاهرات عارمة، أيضا عصيان مدني شامل، عطلت الحياة بشكل عام في مدينة سيئون صباح هذا اليوم. هذا نتيجة لتدهور الحال في أسعار الصرف والعملات. أيضا تتضرر الحديث في مقلال السرير في عدة القناة، لأن هناك مطالب أن المواطنين عبروا عن صيامهم وغضبهم من ما يجري من تدهور حاد في أسعار العملات. نعم. وقد عبروا عن ذلك من خلال تحركهم بظاهرة شعبية عارمة اجتاحت مدينة سيئون بشكل عام، من خلال شارع الجزائر إلى وصولا إلى مجمع الدوائر الحكومية. نعم. حيث عبر المواطنون عن جملة من المطالب، من ضمنها وضع حد التدهور الكبير في العملة والذي يدفع المواطن ضريبته، إضافة لمعالجة كاملة وحقيقية لكافة الملفات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها مدينة سيئون على وجه الخصوص، ويشهدها وتشهد المناطق المحررة على وجه العام. أيضا في هذا الجانب أيضا يجب معالجة الارتفاع الجنوني بأسعار المشتقات النفطية، وأيضا معالجة الاختلالات الأمنية التي تحدث بين الفينة والأخرى. كما أيضا طالب المواطنون وأبناء وأهالي مدينة سيئون بإغلاق محال الصرافة غير المرخصة التي تسهم بشكل جلي في التفاضل مع ناس المواطن، وأيضا إضافة لذلك التعجيل في عودة البنك المركزي للعب دوره الحيوي وضبط التلاعب المات العيان جراء تعطيل عمل هذا الجهاز المهم. وإضافة لذلك وضع المواطنون مطلب عام ربما يشمل جميع أبناء وأهالي اليمن عموما وحضرموت ووادي حضرموت خصوصا، بأن تضع الحكومة خارطة زمنية من خلالها يمكن تثبيت ترصف صرف العملات الأجنبية، وأيضا يسهم ذلك في تعافي الاقتصاد بشكل عام. نعم، يعني سالم، بعد مطالبات الناس بهذه المطالب في هذه الاحتجاجات، يعني إن لم تستجب الحكومة لمطالبتكم التي خرجتم من أجلها، هل هناك أي خطوات تصعيدية تنوون القيام بها؟
مطالب المواطنين ما زالت مستمره. نحن الان اليوم الاول في هذا العصيان المدني وايضا المظاهره الحاشده. الشباب الغاضبون عازمون على مواصله الحمله، حمله العصيان وايضا المظاهرات. غدا سيكون لدينا مظاهره مسائيه ايضا في هذا الثياب بنفس الثياب، وربما تشهد مدينه سيون ايضا عصيانا مدنيا اخر خلال الايام القادمه. هذا مرهون بمدى استجابه الحكومه والمطالب المقدمه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك سالم صلاح الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من سيئون. اذا دكتور، يعني هذه الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعه بطبيعه الحال، يعني في الاماكن التي تسيطر عليها الحكومه، هل يمكن ان يعني نقبل مثل هذا الامر، ان يصبح الامر بهذا الشكل في مناطق تعد محرره؟ دعنا نفصل بعض القضايا. ما يحدث الآن من احتجاجات، وهذه حق شرعي، لكن في إطار هناك وسائل التعبير، هناك أيضا أسباب موضوعية، لكن هناك توظيف سياسي وتوظيف من الإمارات والسعودية لإضعاف السلطة. لكن هذا التوظيف ليس لأنه لا يوجد ارتفاع دولار، لا توجد يعني أن حياة المواطنين بخير، أن هناك خدمات، يعني كل المظاهرات هنالك ما يبرر لهذه الاحتجاجات موجود. لكن لماذا أنا أطلقت قبل قليل قلت مجموعة عيال، وأنا أكررها قاصدا أوصل للجمهور مجموعة عيال ورئيس عاجز عن إدارة الشان اليمني، وهؤلاء مجموعة العيال اللي حول الرئيس، والرئيس هذا الذي يغيب وليس في مستوى أن يدير شان اليمني، هم كانوا يعني نتيجة طبيعية. نحن أمام إضعاف للسلطة الشرعية، نحن الآن نتحدث عن مسألة ليست مرتبطة بارتفاع الدولار، نحن نتحدث عن مسألة جوهرية تم التخطيط لها، بمعنى أن كان هناك العاصمة المؤقتة عدن. عدن ليست عاصمة مؤقتة، تم اغتيال فكرة العاصمة المؤقتة منذ البداية، وتوقفت المعركة عن خط 90، تم طرد أبناء المناطق الشمالية، خلق مزاج شعبي طارد، بعدين أدينا إلى ما يسمى احتكار العنف الشرعي، وهو أول وظيفة للدولة، بمعنى أن الدولة هي تسيطر على السجون، تؤسس قضاء، تم إيجاد سجون أخرى وأمن وقوات مرتزقة تابعة للإمارات إلى آخره. ثم جينا إلى يعني معك ميناء عدن ومعك الموانئ. ميناء عدن هذا اليمن ليس بحاجة إلى النفط، ما ميناء عدن تم تعطيل ميناء عدن، تعطيل الموانئ. أنت تشاهد وتلاحظ إجراءات وتزداد هذه الإجراءات يوما بعد آخر. لا يعني أنت أربع سنوات تشاهد هناك واحد يؤسس قوات خارج عنك، ثم يتم إعمال ميناء عدن، يعني تعطيل إعماله، يتم إيقاف المطارات، وهذا يجعل يمنعك من التصدير النفط والغاز. يعني حتى لما يكون معك نفط وغاز ومعك موارد من الميناء، يكون معك مال، بالتالي تستطيع تتخذ قرار خارج دول التحالف. لكن الآن خلك شحات، يعني أنه لو أنت حبيت تتخذ موقف وطني ما فيش مرتبات الوزراء بلا مرتب، وأنت عامل فضيحة الوزراء والوكلاء، يعني كلهم من أسرة واحدة عائلات. طيب، في معك حرب الخدمات. الآن المواطنين في عدن عليهم التمييز، هل هم يقول لك نحن ضد السلطة الشرعية؟ تمام، أوكي، أنت مع الانفصال، تمام. طيب ليش الآن أنت مع السلطة الشرعية؟ أنت تعلم للمواطن أن الذي أنه هناك من قام بإضعاف هذه السلطة، نحن نتعامل معها جبراً، أنا أتعامل مع الرئيس جبراً، مع حكومته جبراً. طيب هؤلاء الحكومة الموجودة الآن تم تعطيلها، هناك حرب خدمات، بمعنى منذ بداية تعطيل عدن عاصمة مؤقتة وطرد أبناء المناطق الشمالية وانتهاك حرية تنقل المواطنين اليمنيين في الجغرافيا، تم هناك ما يسمى إبطال قدرة الدولة على، وتحدث الآن من عدن تحدث عن الفراغ الأمني، وهذا كان هدف رئيسي، يقول لك لماذا ليش، وتحدث عن عدم قدرة الدولة على إدارة الحالة اليومية. يعني أنت لا تدفع موظفين، لا عندك مرتبات، لا قادر تتحكم بالاقتصاد، ليس لديك خطة اقتصادية، خطة حرب بمعنى تنمية حرب، ولا أنت قادر تملي الفراغ الأمني، اغتيالات الأئمة، اغتيال المواطنين، تفجيرات. الإمارات تريد هذه التفجيرات، تريد الفراغ الأمني، تقول لك أنتم، وستلاحظين في زمان تحدثنا من نفس البرنامج، قلنا أن
كلما تقدمت قوة الشرعية باتجاه تعز واتجاه أخرى تتم عملية اغتيالات، بمعنى أنتم غير قادرين على تأمين الجغرافية الضيقة، كيف أنتم الآن قادرين أنكم تقتحموا إلى تعز وعدن؟ هناك فراغ أمني مدروس، الفراغ الأمني لأنه الخوف من القاعدة وداعش وعملية اغتيالات واضحة، ثم هناك عملية ما يسمى حرب، في حرب اقتصادية، في حرب إدارة الخدمات، حرب الخدمات بمعنى أننا أفشلك، أقول لك هذا ما وفرش كهرباء، ما وفرش مي، ما وفرش مرتبات، ليش ساكتين 3 سنوات؟ ونحن كلنا بالسر بالعلن، المواطن العادي يقول لك الإمارات والسعودية يعني مش قادرين يدفعوا مرتبات، مش قادرين يوفروا الرئيس حماية في المعاشي. طيب أنت مش قادر تقول للحزام الأمني والنخب الحضرمية المرتزقة التابعة للإمارات تتخذ قرار بأنهم جماعات غير شرعية؟ لماذا تنتظروا الآن يحارب الرئيس حرب اقتصادية؟ يعني لما عاد إلى عدن تم إيجاد فراغ أمني واغتيالات الأئمة واغتيال للشخصيات، معنى أنه أنت غير قادر لحماية نفسك، أنت وأنت موجود في السلطة الشرعية غير قادر على حماية منطقة عدن، في وجود السلطة الشرعية رئيس الوزراء يتحرك بأمر من الإمارات، المواطنين أبناء الشمال غير متحركين. هذه جاءت الآن قشة الأخيرة، بمعنى القطرة التي صحيح للمواطنين كلها. أنا أطرح سؤال، ما الفرق بين المواطنين العايشين تحت سلطة الانقلاب والمواطنين اللي مع السلطة الشرعية؟ لا فرق، بمعنى أنه أنت لم تقدم نموذج. من الذي له مصلحة أنه يقول أن السلطة الشرعية لم تقدم نموذج؟ هناك دول. هل هنا سؤال آخر، هل هذه هل يعني هل أنت تتفق إذن مع القول الذي يعني يقول أوكي هناك ارتفاع لسعر الدولار، هناك فشل حقيقي للدولة، ولكن هناك من يريد لكل هذا أن يحدث حتى يعني يتم الانقلاب على هذا الوضع خاصة في المناطق المحررة؟ أنا أتفق تماما مع هذا الرأي، لكن هناك طرف واضح، الطرف يعني نحن لا نخجل، هذا وطن، هذا مواطنين 25 مليون 30 مليون يمني يموتون، بالتالي نخشى لا من الإمارات لا من السعودية، السعودية والإمارات شركاء فيما يحدث، لكن تقولي لي أحمل السعودية والإمارات؟ لا، السعودية والإمارات 20%، الذي يتحمل مسؤولية ما يحدث اقتصاديا وأمنيا السلطة الشرعية، يعني ومجموعة العيال أكمل مجموعة العيال الصغار، مجموعة العيال الصغار اللي جمعهم الرئيس حول مجموعة العيال، والآن أضاف مجموعة العيال الصغار مجموعة من الفاسدين اللي عاشوا مع صالح، ومجموعة اللي نهبوا الدولة وسرقوا الدولة والقتلة لثوار فبراير جمعهم حوله. بالتالي عندما تقول لي إنه الإمارات تتآمر وتحرك المجلس الانتقالي، هذا صحيح، أنت من لا هذا صحيح، إحنا متفقين إنه الإمارات الآن تضغط عليك، طيب أوكي موافقين، لكن هل تقول لي المواطن ما له الحق؟ المواطن له الحق بالانتفاضة، هذه حياة، أنت 4 سنوات وهو يعيش لا مرتبات، تدهور أحوال معيشية، لا صحة، الآن الدولار فعلا 600، طيب أوكي، هل دول التحالف غير قادرة على التدخل اقتصاديا؟ تدخل اقتصادي، أولا هل هي غير قادرة على دفع المرتبات؟ 8 صاروخ، 8 صاروخ يكفي لسنتين أو مجموعة طلعات قوية تسوي لمرتبات 4 سنوات، هل هم غير قادرين؟ هم يدفعوا مرتبات لمجموعة النصابين الوزراء والوكلاء المعينين وأبناء الوكلاء حتى يصبحوا أتباع ولا ينطقون بكلمة، نحن ننطق لأننا لا نستلم منهم شيء ولا نخشى بشيء، بالتالي هؤلاء يعني أولاً أوجدوا حالة أنه كل الأطراف تكون فاقدة للقدرة على اتخاذ القرار، بمعنى أنت لا قادر تضع خطة نووية، لا قادر تدفع مرتبات وأنت موافق، بالتالي هل أحمل الإمارات والسعودية؟ لا، أنا أحمل عبد رب منصور هادي والحكومة هذه. هل تقول التقي مع المواطنين؟ المواطنين عندهم حق، المواطن ما لهش دعوة إنه في مؤامرة، إنه أنت يا سلطة يا شرعية، نحن نتحدثنا من هنا من القنوات البسيطة، المواطن البسيط قال إنه لا يمكن لك سلطة يكون معك حزام أمني وعندك نخب وأنت غير قادر على حماية نفسك المعاشيق، ثم أنت غير قادر على عبء الكهرباء، أنت غير قادر على حماية وزير يذهب إلى شبوة، أنت غير قادر على دخول المواطنين لعدن، أنت غير قادر على تحرير تعز، أنت غير قادر على اتخاذ الحرب، غير قادر على اتخاذ يعني قرار السلم، ما الذي تمتلكه يا سلطة؟ بالتالي المواطنين الآن في لحظة سينتفضون، لكن على المواطنين أن يميزوا
على المواطن. أنا أقول أنه في لحظات الحين الآن نحن نتحدث ونحن في الخارج، لكن المواطن اليمني الآن ما يعرفش ميز بين السياسي والاستراتيجي، هو يعيش أنه يعاوز يعني يريد يأكل أولاده، يريد مرتب، بالتالي سيتخذ قرار في سيكولوجية الجماهير، حيتخذوا قرار يمكن انتفاضات، وفي ناس ما يسمى بإيش اللي يحفز لأنهم يريدوا يفشلوا السلطة. هناك خطة من مجلس الانتقالي أنه هذه السلطة فشلت في الخدمات، أنهم فاشلين. طيب إحنا كنا عارفين من 3 سنوات من أو أكثر أنه هناك خطة لأنه الحكومة فاشلة غير قادرة على الحماية، وأنه هذه هي الحجة. واسمعي أنت لو ترجعي لكل مقابلات مجلس الانتقالي، فشلوا في الكهرباء، فشلوا في المياه، طيب أنت يا حكومة يا سلطة يا شرعية، أنت عارف هذا المخطط وعارف أنه يخطط لكذا، لماذا انتظرتم حتى ارتفع الدولار؟ لماذا لم تتخذوا قرارات يعني لا توصلنا إلى هذا؟ الآن اتخذوا قبل اتخاذ اللجنة الاقتصادية، كيف يمكن لفاسد وسارق وقاتل؟ ما رأيك بالقرار الذي صدر من اللجنة الاقتصادية برئاسة المعالجات هذه قرارات يعني شكل يعني ما عندهمش يقولوا إيش إحنا للحفاظ على ماء الوجه، إيش من قرارات هذه الوزراء ما وزراء، أين المعالجة الحقيقية؟ المعالجة الحقيقية في كثير من الحلول. في عندي عنصر آخر جانبي، يعني مثلا المواطنين اليمنيين نحن ندرك أنه مجمل إدارة يعني مجمل الدعم المادي والعائلي للأسر يأتي من المغتربين. طيب أنت تتابع يعني جزء، لا تدفع موظفين، لا تدفع موظفين يعني ما عندكش يعني عملة للمرتبات، وعندك السعودية تتخذ إجراءات ضد اليمنيين في توقيت نحن في معركة، ما فيش رئيس أو نائب رئيس أو وزير تجرأ وقال للإخوة السعوديين أنه لا يجوز، كيف يمكن نحن ندير معركة وأنتم تقوعوا شعبي؟ كيف يمكن الشعب اليمني يعتمد حوالي من 30% أو 35% أو 40% على المغتربين؟ يعني في أسر كثيرة تعيش على المغتربين في السعودية والخليج، بالتالي أن تلاحظ أن السعودية تضيق عليك، كيف نحن في معركة؟ يقنعني أن نحن في معركة، لا أدخل مدرسة، لا أدخل بعض القطاعات، لا أي نحن في معركة؟ أنت حاصرني اقتصاديا، يعني تعيد لي جماهير يمنية إلى الداخل، تمنع عن بعض الأسر يحصلوا بعض الأموال تأتي من المغتربين، تضايقني في الحصار، لا تدفع المرتبات، تقصف المواطنين في ضربات، ثم سلطة شرعية رئيس جمهورية غير قادر يكون في الجغرافيا. يا جماعة لا يمكن لنا الحديث عن سلطة شرعية واستعادة سلطة شرعية رئيس في الرياض بعد 4 سنوات، لا يمكن، ورئيس حكومة ما عندهش برنامج، رئيس حكومة يعني أنا أتسأل في واحد مواطن يمني بسيط يثق بالسلطة هذه التي ابن عمه ابن خاله تعيينات لوكلاء ووزراء، يعني أصبحت رائحتها نتنة، بمعنى أنت أفقدت المواطن وهذا مدروس. حتى هذه التعيينات الأخيرة للفاسدين هذا كان بعد زيارة الإمارات، بمعنى أن الإمارات لها مطالب، أنت قدمت للإمارات مطالب وعينت مجموعة من القتلة ومنتهكي حقوق الإنسان وسارقين المال العام اليمني، أبان الرئيس صالح، أوكي نحن نعرفهم بالأسماء، هؤلاء لصوص وقتلة ولهم مواقف من الآخري. طيب خضعت للضغط، تقوم تضعهم في هذه المواقف، يعني أنت ماذا فعلت؟ عملت ثورة مضادة، ما عندك خطة اقتصادية، غير موجود في الجغرافيا، ماذا تفعل؟ أنت الآن تعزز الوجود الانقلابي الحوثي، لأنه ما فيش فرق، المواطن يقول لك الآن بنضم للشرعية بنتفض، إيش يعني اللي في الشرعية يبكوا، يعني أنا مرتباتي ما فيش أمن، فرغ أمني، هؤلاء ظلمة، وظلم نفس الحوثيين، من له مصلحة؟ اللي له مصلحة الإمارات والسعودية. أقول لك لماذا، في دراسة 2011 تقريبا 2010 كان في تحضير لمعركة بين إيران والمنطقة الخليج والسعودية، فالأمريكان والخبراء قالوا أنه لا يمكن لهذه المعركة بين إيران والسعودية أن تتم أو يتم مواجهة إيران وهو هدف أمريكي إسرائيلي وأيضا من بعض الدول العربية، قالوا لا يمكن أن تتم هذه المعركة إلا بعد 10 سنوات. ليش بعد 10 سنوات؟ لأنه الخليجيين غير قادرين على توفير مياه صالحة للشرب أثناء المعركة، غير قادرين لمدة أسبوع أو 3 أيام تقريبا، غير قادرين لأن التحلية من البحر، بالتالي أي إيقاف، غير قادرين على يعني دعم الأسواق المالية بالنفط والغاز وكذا، سيحدث هناك رفع التأمين على الطائرات، رفع أسعار البترول، سيكون في أزمة عالمية. الحل الوحيد هو أن توجد في المنطقة الشرقية اليمنية اللي هي شبوة والمهرة، يتم فيها مد أنابيب غاز
وتأسيس ما يسمى يعني مؤسسة تحلية مياه، شركة يعني يسموها يعني يسموها مؤسسات أو يعني ارتوازات لتحلية المياه. أيوة لتحلية المياه. بالتالي سيتم هذه الأنابيب تحمل بعضها مياه لدول الخليج وبعضها يحمل نفط للخارج، وبالتالي هنا أي مواجهة مع إيران لا يمكن أن تشكل خطراً، وبالتالي سيتم النفط منها. هنا اللي كنا نتحدث قبل شهرين 4 شهور نقول أنه السعودية لماذا تتبع الإمارات؟ هل هي فاقدة؟ هم خطة واحدة، واحد يريد الجزيرة قطرة وعدن عشان دبي عدن، والآخر يريد شبوة وضحفي السعودية والدفع. بالتالي هنا أنت هناك مؤامرة على اليمن، هذه المؤامرة هل فعلاً السعودية نعم بكل يعني هذه بس جملة واحدة صغيرة بس، السعودية دفعت 400 مليار أو كم إلى الأمريكان، هل مش قادرين يوقفوا هذا التدهور المالي اليمني؟ يعني على العكس، يعني هناك ما يتم ملاحظته أن التحالف لا يسمح بتصدير النفط والغاز، لا يسمح الحكومة بإدارة ميناء عدن وبقية الموانئ، لم يساعد اقتصاديا حتى على مستوى الوديعة كانت مشروطة، ولم نعم المرتبات ايضا لم يساعد يعني في تقديم حتى فقط ما يتم السماح لها به هي طباعه ال هنالك وهذه اشكاليه يعني تغرق السوق الداخلية. الجرحى اليمنيين والجرحى او حتى الشهداء لم يحصلوا مال، حتى الجرحى يمكنك في جيبوتي في مش محتاجين جرحى تعز يتحملوا عناء الذهب للهند ومن يتبرع لهم. يعني اذا انت مش قادر تستقبلهم في السعوديه ولا قادر ولا تحب يحبوا فيزا ويحبوا نحن اليمنيين ما عندناش قيمه ولا اخره، يعني مش قادر تخرجهم الخارج، باخرتين طبيتين في ميناء جيبوتي اخرجهم هناك عمليه جراحيه وعلاج ثم عيدهم. اذا انت ميناء المخا انت مش قادر في ميناء المخا تسيطر على ميناء المخا، باخرتين طبيتين او مستشفى بحري يستقبل الجرحى ويعالجهم وتوفر لهم علاج. تركيا عندها خبره عاليه فيما يسمى بالمستشفيات الميدانية، مستشفيتين ميدانيتين، لا نحتاج للسفر للهند. أنت لم توفر مستشفيات ميدانية، لم توفر مستشفيات بحرية، لم تدعم الجرحى، هناك سرقات في الجرحى، لم تهتم بمرتبات الموظفين. الحكومة الشرعية مهتمة بدفع الموظفين في عدن أو في صنعاء، بالتالي هذه حتى لما يغلقوا ميناء عدن جعلوا الأوروبيين تحدثوا إنه إغلاق ميناء يعني مطار صنعاء هو حصار وعقاب جماعي. أنت الذي أعطيت فرصة للغرب يقول إنه إغلاق مطار صنعاء عقاب جماعي، لماذا هل ميناء عدن غير يعني تشغيله؟ طيب خلق منسلك شعبي. بالتالي الآن هذه الحلول يعني هذه الحلول الترقيعية بقرارات لا يمكن أن تحافظ إلا إذا قلبت الأوراق، بمعنى الآن رئيس الجمهورية ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في توقيت صعب، يعني لا أدري هل لضرورة صحية يعني لأنه الشعب اليمني 25 مليون أهم منه بمليون مرة. يعني نعم هناك من يعني يستغرب يعني كيف يذهب الرئيس في رحلة علاجية تاركنا البلاد يعني في أسوأ أمراضها الفتاكة، فقر وجوع وتدهور للأمن الوطني. هو مشكلة هذا الرجل أنه هو شخص يعني بطيء اتخاذ القرار، لديه أمراض كثيرة وحوله مجموعة من الأمراض من العيال الصغار، هل يزعلوا مجموعة ما يزعلوا شو ذا واقعهم وصفهم، مجموعة من العيال الفسدة والشلالية اللي يعني واضح من القرارات، يعني مجموعة عيال. لو كان أوجد نخبة بمعنى أنه حوله فريق اقتصادي فريق سياسي وعنده نائب رئيس بطاقم يذهب لأمريكا يذهب إلى اليونان يذهب في فريق يشتغل، مش كل شيء مرتبط برئيس يوقع لي أوراق. لم يوجدوا حكومة الدولة كفكرة. أنا يعني أقول لك على شيء يعني على الأقل يعني حين وصل الدولار إلى سقف 600 ريال يعني يعني هناك من تمنى أو يعني حلم ب ربما يستقيل وزير، كان يعني نلاحظ نتابع هل استقال اليوم أحد؟ طيب هل استقالت الحكومة؟ هل يعني لم يحرك هذه الحكومة أي شيء، لم يهزها أي شيء؟ يهزها لما يكون فارق العملة كبير صعب تقدم استقالة، أو مع أن الجماعة هم فارق عملة عالي، وبالتالي نحن مع مجموعة ناس ليس لهم مواقف وطنية. أنا أشي أقول لك على فكرة أساسية، صدقي أنه كنا في إطار الحرب مع الإنقلابيين الحفاظ على فكرة الدولة وعلى ما يسمى الدولة مجسدة في شخص في رئيس الدولة. تصدقي من يجسد لي الآن الوطن؟ فنانة أروى، بلقيس فتحي،
أحمد فتحي، أبو بكر، يستحضر للوطن عبد الرب منصور هادي والعيال والحكومة، لا يستحضر دولة، يستحضر مجموعة لصوص ونهابة. بالتالي نحن كنا نقول لهم عودة يعني القضاء على الانقلاب يستدعي الحفاظ على فكرة الدولة، إن لما يقول عبد الرب منصور هادي ولا الحكومة يستدعي الدولة في رأسه، يستدعي النظام الجمهوري، يستدعي حتى ندافع عنه. هؤلاء أثبتوا لنا أنهم من تعييناتهم، تعيينات تدل، تعيينات والفساد، مجموعة من اللصوص الذين يعني يقولوا سارق محرر، يعني لا يخجلون. كيف تسحب أنت وزير يستقيل هو لا يخجل؟ يعني يعين قريبه، يعين أولادهم، لازم يكون معك كيس معاملة. حتى الآن الوفد المفاوض كله حزبي، ما فيش حتى خبراء يمنيين، يعني خبراء أو حتى فريق يمني وطني، كله هو إيش نقسمها بين الإصلاح والمؤتمر كالعادة. هؤلاء نحن الآن ندق ناقوس الخطر، نقول يعني لا عندنا الآن رئيس جمهورية الآن يتعالج، أوكي نحن نقدر الموقف أنه يعني هو كل عام سافر، لكن أين فريقك؟ أين فريقك؟ أين الإدارة؟ حتى وضع الإدارة يسموها إيش الإدارة الاقتصادية من اللي فيها هذا معياد اللجنة الاقتصادية، يعني اللجنة الاقتصادية هذه مطلوبة للعدالة الانتقالية، يعني وزير المالية مطلوب للعدالة الانتقالية، هذا كما الحوثيين كثير من الشخصيات. بالتالي أنت يعني غير موجود في الجغرافيا، غير موجود في الجغرافيا اليمنية، لا تدير الحياة اليومية، غير قادر على تقديم تبرير ليش تعز محاصرة، غير قادر على تبرير ليش معارك الحدود توقفت، غير قادر على تقديم تبرير ليش أنت في الرياض، غير قادر على تقديم تبرير ليش أنت تابع، غير ما الذي تركت لنا؟ وبعدين تيجي تقول لي يعني تعييناتك كلها فساد، تعييناتك كلها فاسدة. أنت تقول لي نحن قمنا في ثورة انتفاضة 2011، إحنا قائمين في شهداء اليمنيين، يقول لك واحد ما كنا كويسين، ما كان أيام صالح الحياة كانت كويسة. طيب نحن نقول للشعب اليمني أنه التحولات في العالم تحتاج تضحيات، لكن بحاجة إلى نخب قائدة، يعني سندفع الثمن، ممكن نقاوم الحوثيين، سنواجه الإنقلابيين، سنواجهنا هذا، لكن يكون عندنا مشروع. أين المشروع يا عبد الرب منصور هادي؟ أين المشروع يا مجموعة اللصوص؟ أين المشروع هذا؟ لا تعيينات تعطينا أمل، مثلا التعيينات تعطينا أمل أنه نحن قادمين، لا أمل في دولة فدرالية. أنت الآن معك مجلس انتقالي، معك الانتقالي الآن يشتغل في مربع الاقتصاد، يعني صحيح أنه في أزمة اقتصادية، صحيح أنه في يعني أزمة يعني الدورة المعيشي، صحيح أنه هناك إدارة حياة يومية فاشلة، صحيح في فراغ أمني، بس هذا الفراغ صنع، أقول هكذا، هذا الواقع مصنع، هذا الواقع المصنع تم تصنيعه بشكل ومدرك. وأنت تتابع وتتفرج ما يحدث. أيوة يعني. أنت تتابع وتشاهد، ثم الآن تدخل تعمل علاج، علاج ما بالسرطان موجود عندك وأنت ساهمت في وجوده، الحلول لا تأتي بهذا الشكل. نعم يعني إذن هناك أيضا لاحظنا أن هناك متظاهرون يعني هتفوا اليوم برحيل التحالف في أبين والضالع، بينما هاني بن بركة رئيس المجلس الانتقالي قال أن الحل أن يقيل التحالف أو يسقط التحالف هذه الحكومة، كيف تقارن بين المطلبين؟ أول حاجة شوفي هذه أنا أتكلم بوضوح، أنا لا أتحدث بلغة سياسية، أتحدث بلغة يعني أكاديمي مستقل، وأحياناً كيمني أنتمي لبلدي كمواطن يدافع عن سيادتنا عن وطنتنا بواقع بعيداً. هاني بن بريك هذا يعني تابع أو نسميه بشكل واضح، هؤلاء مجموعة من الأتباع للإمارات، وبالتالي هذا الشخص مطلوب للتحقيق، هذا الشخص متهم بتصفية كل الأئمة في عدن، هذا الشخص يعني أنت اللي عينته، يعني أنا اللي أعرفه، أنا عشت في تونس 15 عام، كان حتى لما يستدعيك رئيس الجمهورية للصيف يحدد لك اللبس بتاعك، لما يستدعيك لحفلة يقول لك إيش تلبس، يعني مش الرئيس الجمهورية، المراسيم، هذا جاء يحلف اليمين الدستورية بزي لا ورك الله من سلطان، يعني لا علاقة له باليمن، يعني أنت استقبلته دون أن تحدد له ما هو الزي اللي يلبسه، حلف لك يمينه لابس نص كشيدة على نص مقطب على نص خليجي ما تعرفه. ثم هذا الرجل متهم بتصفية أنه يعني ينتمي للمذهب المدخلي، هذا مذهب المدخلي مذهب هو الذي برر لوجود الأمريكان في حرب الخليج عام 90، وبالتالي يبرر ليس لديه مشكلة من وجود الأمريكان ومن وجود الإمارات إلى آخره، هو الذي يصفي الأئمة الجوامع، مطلوب للتحقيق، أنت لم تحقق معه. هذا الرجل عندما يصرح بأي صفة يصرح، أنت الذي تركته يصرح لأنه قلت أنه ستحيله التحقيق ثم لم تحيله التحقيق، أحد عدلوس التحقيق ثم لم تحيله التحقيق. بالتالي عندما نترك أنه يقول التحالف، التحالف ليس له الحق
هذا الرجل تابع ومريض نفسيا، أقولها له على الهواء. هذا الرجل يعني لا يحترم لا سيادته الوطنية ولا يحترم وطنيته ولا إنسانيته ولا كرامته الشخصية. أي يمني أصيل لا يطلب من التحالف. أنا الآن كم قدمت نقد لعبد الرب منصور هادي والعيال، لكن لا أقبل أنا أقدم نقد وأقول مجموعة عيال مجموعة نصابين، لكن الذي يزيلهم والذي يعاقبهم نحن الشعب اليمني، ليس دول التحالف، نحن اليمنيين. لا أطلب من دول التحالف، هذه الدول التي دعيناها والتي طعنتنا من الخلف، أقولها للسعودية طعنتنا من الخلف، ولكن هم الآن في الحفرة التي حفروها لنا. لذلك عندما يقول للدول التحالف شيء أضرب، وفي الشعب اليمني هو الذي اتخذ قراراً، وهناك مرجعية خليجية، وبالتالي الذي يزيل عبد الرب منصور هادي الذي يعني ينهي شرعيته والذي يحيله المحاكمة والذي يحاكمه الشعب اليمني، بس دول التحالف، دول التحالف نحن سنحاكمه في المستقبل على الجرائم التي ارتكبت. نحن سنتابع الإمارات على ميناء عدن، سنتابع الإمارات على سقطرة، سنتابع الإمارات على السجون، سنتابع هاني بن بريك وعيدروس على تمزيق الوحدة الوطنية، سنتابعهم على السجون، على كل الانتهاكات. نحن الشعب اليمني، أنا مش كشخص أقول، نحن أنا كمواطن يمني أقول لن ننسى، سنتابع كل هؤلاء العملاء للإمارات. إذن اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف دكتور محمد الزوبر خبير الاقتصادي من القاهرة. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور عافية أختي راجل. أهلا بك دكتور. يعني بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية هذه التقى بهم واتخذوا بعض الإجراءات، كيف تقيم هذه الإجراءات؟ هل تجد أنها كافية لحل الأزمة؟ والله سؤالك هذا يحتاج إلى ليلة حتى نقيم هذا الموضوع يعني، ولكن باختصار أعتقد أنه هي إجراءات ممكن اتخاذها ولها نتائج، وخصوصا اذا كان الاعتماد على البند الرئيسي فيها وهو اعاده تقييم موارد الدوله. اهم حاجه ما يهمنيش تصدير اشتراء السيارات او استيراد السيارات او الكماليات او طبعا اغلاق محلات الصرافه والغير مرخص وما شابه ذلك، هذه كلها اجراءات تلحق او تاتي لاحقا لعمليه بيع النفط الخام وخصوصا نفط المسيلة. أنا أستطيع أن أقول أنه في حالة بيع نفط الخام المسيلة سوف تحقق الدولة إيرادات يومية لن تجد عن حوالي 5 إلى 7 مليون دولار، وهذا سوف يكون رافد طبيعي لعملية الشراء والبيع والمقايضة بالنسبة للعملات الصعبة وأيضا فتح الحسابات. هذا إلى سمحت طبعا دول التحالف، لأنه الليلة برنامجكم ورايع فيما يخص وضع التحالف في هذا المضمار وما قدم. وأنا أعتقد وأكمل على ما بيقولوا الأخوان في الفرنش في الاستديو أنه ما يحصل الآن في البلاد هي مؤامرة تقريبا من دول الخليج على إسقاط حكومة هادي وإعادة تدوير النظام السابق بأوجه يعني متعددة. اليوم ظهر علينا خالد بحاح وبدو الآن بيحاول يوضع نفسه محل هادي، وأيضا مجاميع من عفاش أيضا يحاولوا يطهون أنفسهم من جديد وكأنهم أوصياء على الشعب اليمني، بالإضافة طبعا إلى الحركات التي تبنتها الإمارات داخل المجتمع اليمني من تكسيب متعدد للميليشيات والسيطرة عليها، وهذا كلها يعني كان نتائجها واضحة. أضافوا إليها الآن الانهيار الاقتصادي المؤثر فعليا على قوة الناس، وبالتالي الناس هاجت في الشوارع وأصبح الوضع سيء، وهم الآن يعدوا الآن تقريبا للسيطرة على السلطة، بحيث أنه هادي خرج من اليمن وضعه الصحي يعني لا 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 يؤهله لتحمل المسؤولية، وبالتالي سحب منها السلطات على أساس أنه وضعه الصحي يعني غير قادر على مواصلة العملية. أعتقد أنه هذا ما سوف يكون في الأيام القديمة، لكن نتمنى من الله أنه تفشل أموره، بالرغم أنه أنا بالنسبة لي تعلمون كثيرا أنني وباستمرار أنتقد يعني الحكومة وأنتقد يعني سياسة الرئيس عبد الرب منصور، ولكن في الحقيقة في النهاية عبد الرب منصور هادي شهادة لله وللتاريخ ولسمع الشعب اليمني، والله أفضل من الموجودين كلهم في الساحة يعني حقيقة يعني. وأقل حاجة إحنا متمسكين بها كتمسك بآخر راية من رايات الشرعية والدولة اليمنية في اليمن وعلى هذا. لكن نعم، لكن يبدو لي يعني مع احترامي لوجهة نظرك وربما هذه وجهة نظرنا جميعا، يعني نحن
لو تحدثنا عنهم كأشخاص ربما هم لا يمثلون الوجه الحقيقي للشرعية وهم أملنا الوحيد في هذه الشرعية، لكنهم أصروا أن يثبتوا للشعب اليمني أنهم غير قادرين على تحمل هذه المسؤولية بكثير من النقاط، يعني أن تغرق البلد في ظل كل هذه الكوارث ويتم اتخاذ إجراءات، يعني مثلا استعادة النفط وتصديره، لما لم يتخذ من قبل؟ لما انتظر حتى يرتفع الدولار حتى 600 ريال ثم اتخذ مثل هذه الإجراءات؟ هذا بالطبع إن تم اتخاذه ولم يكن مجرد قرارات لا تنفذ. انا معي صح كلامي صح 100%، وهذا نقطه يعني ممكن نتجادل فيها للصبح، ولكن اعتقد انه الحكومه اليمنيه كانت في مضاف التحالف، التحالف هو الذي كان يسيطر على اللعبه بالكامل داخل اليمن، وبالتالي وضع التحالف وضع الحكومه اليمنيه في زاويه ضيقه، بمعنى انا مستعد انه انا اغطي لكم الوضع الاقتصادي، انا مستعد اغطي لكم الوضع السياسي، انا مستعد اغطي لكم الوضع العسكري، هذا في بدايه التحالف. مع مرور الوقت وصل يعني عمل يعني كان في هناك كان خطه ومؤامره على الحكومه الشرعيه من التحالف ومن الامارات على زعزعه الثقه بالحكومه اليمنيه تدريجيا خطوه خطوه، حتى وصلنا الى اليوم بان احنا اليوم نطالب اسقاط الحكومه اليمنيه، بالرغم انا اقول شيء حاجه الان من البديل؟ هل بيرجع لنا يعني الحياه عبا عفاش؟ هل بيعيد لنا خالد بحر؟ هذا كلهم يا سيدتي انا والله العظيم بهم عندي ملفات لهم، هذول كلهم داخل صنعاء، اتمنى انه بس ترجع الحكومه يرجع المحاكم انزل لهم الملفات، والله ملفات فساد لا يمكن تصوري من العهد الماضي من 30 سنه الماضيه، فكيف الان نجي نقبل حكومات احنا نفسنا قلنا لا لهم في يوم من الايام؟ المشكله يا سيدتي انه ليش انه عبد الرب المنصور هذه صح كان هناك في اشكالات في تعامله مع القضيه، كان يعني ما همش يعني جديين في التعامل، انا طرحت على سبيل المثال مثلا حلول العمله اليمنيه، ممكن انت كنت تقابلي معي باستمرار من حوالي يمكن سنتين، وانت تساليني السؤال هذا من سنتين، وانا اقول لك يا اختي اول شيء سطروا النفط، سطروا النفط، سطروا النفط، او لا صحيح. بعد مرور هذا الفتره بالكامل كلامي صح، ليش ما سطرتوا النفط من زمان؟ انا اعتقد انه كان التحالف وراء عدم تسطير النفط اليمني وخصوصا نفط المسيرة الذي كان جاهز ما فيش مشاكل. نعم ربما اجتماع اللجنه نعم والدين والشعر. يعني كان يتوقع المواطن الدكتور محمد ان يكون هناك اجراءات اكثر يعني حديه، خاصه مساله ترهل الحكومه، يعني كان يفترض ان تقال الحكومه ويعني تعين 5 إلى 7 وزارات حرب، وهذا ما يطالب به الجميع منذ بدايه الحرب حتى على الاقل. انا 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 انا, أنا, أنا شوفي انا رسلت الى مكتب الاخ رئيس الوزراء بن دغري، يمكن هو بيسمعني الان لو بيسمعني، في سبتمبر 2016 18 نقطه اصلاح اقتصادي، تمام؟ ونشرتها انا في اخبار اليوم هذا في تلك الفتره، وعندي نسخه منها، وكلها هذا الموجود الان قدام الان الذي بيتكلموا عنها اليوم، يمكن من 6 أو 7 نقاط، بينما انا جبت 18 نقطه، كنت اتمنى انه 18 نقطه ياخذها الاخ رئيس الوزراء في حينه ويتم تطبيقها، ولكن لا ادري لماذا تم التجاهل في تلك الفتره، وصلنا الفتره الى اليوم الى هذا. نعم للاسف الشديد كلامي صح. صحيح، اذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، يبدو أنه لقد أسمعت لو نادي تحيا، ولكن لا حياة لمن تنادي دكتور، يعني الكثير يعني ربما منذ بداية الحرب وأنت تتحدث عن حكومات حرب، الدكتور يتحدث عن ملامح اقتصادية، وهناك من يتحدث عن ضرورة وجود غرفة عسكرية، يعني الكثير من النقاط تطرح ولكن لا أحد يستمع لها، وتدار العملية بكل يعني بعد عن واقع ما يحدث في البلاد. هو طبعا كما تعلمين انه ما حصل من تدهور للدولار هو يعني هو يعني خطوه في الاستراتيجيه التي تم التاثيث لها منذ اعاقه ان تكون عدن عاصمه مؤقته، يعني انه لو كان في 100 متر او حتى كيلومتر تكون فيها عاصمه للدوله اليمنيه كان الانقلاب انتهى، ولكن هذا المخطط الحرب ما يسمى حرب الخدمات. نعم. هذا حرب الخدمات. في نصف دقيقة أنت كرمت دكتور. طيب هذا حرب الخدمات عنصر أساسي مدخل من مدخلات دول التحالف لاستطراع السلطة. الذي يهمني الحديث عنه هنا أن دول التحالف عملت على
ما يسمى تجفيف موارد السلطة الشرعية بحيث تكون ليس لديها موارد، والسلطة هذه تغاضت لأنها تستلم دولارات، لأنها لو كانت هي لديها مسؤولية بمعنى أنها لم تستلم مرتبات، هي تتحمل دفع المرتبات، كانت لطالبت بالتصدير النفط والغاز، وبالتالي لو كان هذه السلطة لها وجه وطني لما قبلت أن تكون عاهلة على دول التحالف، إنها شريكة وبالتالي لديها مداخيل، لا نحتاج منكم أن تدفعوا لنا مرتبات. بالتالي الآن نحن في مأزق شديد للغاية. رئيس الجمهورية ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في توقيت حرج، وكان عليه أن يموت بيننا في هذا التوقيت على أن يذهب، خاصة وأنه بلا فريق. لكنه يعني في الآن نحن الآن نحن بحاجة إلى مواقف وطنية وإلى تحرك كبير. نعم للأسف شديد الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.